وكان ثدي لك سقاء وكان حجري لك وصاء أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول لها ابنها يا أماه ليتني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكين. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. التعبير القرآن بيقوله مثقلة بعد ما توحد الله. ما قالش وإن تدع أم إلى حملها، لا، وإن تدع مثقلة. المثقلة هي المرأة التي بلغت حد الولادة في آخر أيامها، تبقى مثقلة جدا لأن الحمل قد تم، ورعى ذلك هل يستطيع أحد من عباد الله مهما كان قريبا لا أن يحمل بعض متاعبها في أيامها الأخيرة؟ لا. يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أول واحد من السبعة إمام عادل. ولا يظنن أحد أن المقصود بالإمام هو الخلافة العظمى أو الحاكم الأعظم فقط، لا، بل كل إنسان يلي أمر عشرة فهو إمام مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة. اسمع معايا كده كلام سيدنا النبي محمد. يعني واحد يقول لك الحمد لله أنا لاني حاكم ولاني خليفة يبقى أنا طالع من عهدة الإمامة دي. هو النبي قال كده إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. النبي قال إن كل واحد يلي أمر عشرة، ما من وال يلي أمر عشرة سواء كانوا أولاده أو كانوا عمال عنده أو كانوا تحت سيطرته، حتى المدرس في الفصل يعتبر والي لتلاميذه، يتقي الله في الدروس الخصوصية مثلا. فاللي بيلي أمر عشرة حاله إيه يوم القيامة؟ قال يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. تبالى لما واحد يبقى يديه مغلولة إلى عنقه ومغلولة بأغلال ويظل هكذا حتى يحاسب، إن عدل فكت قلوبه وإن ظلم يظل هكذا إلى ما شاء الله حتى يوبقه أجره. أمال الإمام بمعنى الحاكم أو الخليفة ده مسؤوليته فيه؟ مسؤوليته كبيرة جدا لدرجة ان القاضي اللي بيقدر الناس في المحاكم، شوف سيدنا النبي بيقول عنه ايه. روت ام المؤمنين عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. شوف القاضي ايه العدل. انا مش عايز تنام اصحم انا لسه بدري. ايوه يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لو لم يكن قضى بين اثنين في ثمرة. ده القاضي مين؟ القاضي العدل. القاضي العدل. شوف شدة حسابه ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل اعظم رشوة تدخل النار رشوة الحاكم او القاضي. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. الرجل تعبان اسرائيل كان عنده بقرة هو فقير والغني عنده فرس. البقرة ولدت عجلا، الغني قال له ده العجل ده ابن الفرس، يا عم عمر الفرس ما يولد عجل ابدا. قال له لا، هو عينيه زي عينيه ورجليه اربعه زيه يبقى هو ابن الفرس. طب نحتكم للقضاء. وعارفين الظلم في بني اسرائيل كان شديد. احتكموا للقضاء، الغني برضه دخل من الباب الخلفي وقدم لقمه طيبه للقاضي.
فالقاضي حكم بان العجل ابن الفرس بتاع الغني لان العينين تمام وشبهه تمام. طيب نستأنف. فاستأنف برضو تاني خد برضو لقمة طيبة وحكم بان العجل ابن الفرس. خلاص نبقى نروح للنقل وتبقى دي اخر مرحلة. حاول الغني لف لفته، القاضي قال له اني اخاف الله رب العالمين. صباح الصبح فتحت الجلسة ورجع القاضي قال ايه، انا معتذر عن الحكم النهاردة لان انا شاعر ان دم الحيض نزل علي وانا لا اقضي بين الناس وانا حائض. دم تقيل. فبعدين قام الغني بيقول له يا حضرة القاضي هل ينزل دم الحيض على الرجال؟ قال له وهل تلد الفرس عجلا يا عجل. فشوفوا مهمة القاضي لانه بيوقع بالنيابة عن مين؟ عن الله. يوقع بالنيابة عن الله. ولذلك الغني لما كان عنده كلب بيعتني به ومربيه، الكلب عز واحد فقير، الفقير قال لابد ارفع الامر للقضاء. الفقراء قالوا له يا عم ما المية ما تجريش في العالي. قال لا ده واضحة زي الشمس. دخل المحكمة، القاضي واكل لقمة، فحكم على الفقير بالحبس اللي هو المعظوم. فطلع لابس الكلبشات في ايده. المؤتمر بتاع الفقراء منتظر اخوهم بقى هيطلع رفع راسه بالبراءة. ايه يا برواش؟ قال لهم ده حكم عليا بسنة. قال ده انت اللي معظوم. قال ما هو الغني راح جاب سبع محامين غابوا يطلبوا لغاية ما اثبتوا ان انا اللي عظيت الكلب. ولذلك شوف بعد ما استمعنا الصلاة على رسول الله، ربنا قرن الحكم بآية الأمانة. قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شوف قرن آية الحكم بإيه؟ بآية الأمانات، لأن الحكم أمانة. اللي يجر في هذه الأمانة يبقى خان أمانة الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الثاني شاب نشأ في عبادة الله تعالى. أنا بس بدي كده أضواء كاشفة ما يعني، لأن لو قعدنا بقى نتكلم في هذا الحديث يمكن نتكلم يعني حتى الليلة في القدر ليها خير من ألف شهر. نقعد ألف شهر. إنما احنا بندي هوامش على الحديث أو أضواء زي الأخ السائل المديح. الشاب اللي نشأ في عبادة الله شاب تربى على عناية الله ورعايته. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة. وإن الله بتعتني بالحنيفيات السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ولذلك النبي قال إيه؟ قال لا عف سبعا وأدف سبعا وصاحف سبعا. الواد ياخد قسط من اللعب في الاول وبعدين يدخل في مرحله التاديب. واول منهج دراسي في التاديب هو الصلاه. مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المصائب. الثالث من الاصناف الذين سيظلون تحت عرش الرحمن جل جلاله رجل بعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يخلون رجل بامرأة، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان